لا اعتقد ذلك والسبب الوحيد من وجهه نظري هو ان انظمه الدفاع الجوي التي تدعمها الولايات المتحده في اسرائيل كانت مختلفه تماما عن اي دوله اخرى في هذا الجانب. إسرائيل حقيقة تقف على أرجلها بنفسها ولكنها محاطة بمشاكل محتملة وبالتالي نحن كنا مستعدين لدعمهم لأننا نرى إسرائيل كأحد الاحتمالات لتحقيق السلام في الشرق الاوسط. ان كان هناك حوار في الحقيقه عندما كان الرئيس ترامب هو الرئيس استطاع ان يحقق طيب هنالك استطاع ان يحقق الكثير من الاشياء مع الدول أه ونحن توقعنا عددا اخر من الدول ان تنضم الى اتفاقيات التطبيع وذلك قبل ان يغادر الرئيس ترامب أه السلطه وبالتالي فانا اعتقد ومجددا ليس لدي طريقه لاعرف بوضوح ولكن اعتقد باننا لو قدمنا منظومات دفاع جوي للعراق فسوف ترغب دول اخرى بالحصول على مثل هذه المنظومات وقد يكون ذلك تهديدا